كنتواجدوا هنا بمخيم العليل اللي هو تابع للمديريه الاقليميه المحمديه خلال هذه المرحله الرابعه، علما انه المخيمات قضينا هنا ثلاث مراحل وهذه هي المرحله الرابعه، واليوم هو اليوم السادس من هذه المرحله الرابعه. المجموعه ديال المستفيدين اللي كان عندنا، عندنا هذا المركز ديال التخييم العاليه، عندنا نادي نسوي المنظر الجميل، عندنا مخيم الدرك الملكي زناته، وعندنا كذلك مخيم الفضاء الخاص اللي هو مدرسه الامراء. المجموع المستفيدين كان كيتراوح ما بين 780 خلال المرحله الاولى، المرحله الثانيه 400 مستفيده ومستفيد، والمرحله الثالثه كانت عندنا 750 مستفيد. اليوم حنا خلال هذه المرحله عندنا ثلاثه ديال المراكز اللي كتعرف التخييم بواحد العدد ديال المستفيدين اللي وصل عندنا 506 ديال المستفيده ومستفيد. فعلا كاملين تبعنا الواقع الاخيره اللي عرفها الفتره هذه، ما يمكننا الا كمواطنين، ما يمكننا كفاعلين جمعويين، كمهتمين، كمسؤولين اداريين، ما يمكننا الا نشجعوا هذه الاعمال هذه. حنا هذه بالنسبه لنا مناسبه اللي كنتوجهوا لجميع الاباء، كنتوجهوا لجميع المهتمين، انه الوليدات ديالكم يمشيوا للمخيمات، ما يمشيو مع الجمعيات الجده. شكون هما الجمعيات الجده؟ هما واحد الجمعيات اللي كتشتغل طيله السنه، ماشي خلال الفتره الصيفيه، كيشتغلوا طيله السنه في دور الشباب ديالنا. يمشيو هاد الاباء كيسولوا المدراء ديال دور الشباب شكون هما هاد الجمعيات، واش كيشتغلوا دائما ولا لا. كذلك هذه مناسبه كنتوجهوا للاباء انهم يصيفطوا وليداتهم ويتبعوا وليداتهم للمخيمات اللي كتشرف عليها القطاع الوصيل اللي هو قطاع الشباب. الحمد لله على المستوى ديال المحمديه خلال هاد الثلاث المراحل الاولى وخلال هاد المرحله الرابعه كنسجلوا الرضا ديال الجميع اللي جا عندنا، سواء جمعيات سواء مستفيدين او مستفيدات. لم تسجل ولا اي حاله ديال الانفلاتات، لم تسجل اي اصابه معينه. الحمد لله الاطفال دازوا في ظروف عاديه اكثر من هاتي، تم بعد الواقعه اللي وقعت مؤخرا في منطقه معينه من هذا الجوار ديالنا اللي كنسجلوا بارتياح مباشره بعده بثلاث ايام. كنطلقت المرحله الرابعه، جميع العدد المستفيدين اللي كانوا في الرخص القبول كاملين التحقوا بمخيمات دون استثناء، بمعنى انه كاينه واحد الضجه اعلاميه في مواقع ديال التواصل الاعلامي، لكن انه الحمد لله كنسجلوا النباهه ديال المواطنات والمواطنين انهم عرفوا هذيك الحاله معزوله لا علاقه لها بالمخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم ديال الصيف 23، واللي هو كما كتعرفوه الاداره جد حريصه عليه، خصوصا وانه هذا برنامج وطني ينظم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله. كما كتعرفوا انه الاستفاده من التخييم عندهم مجموعه ديال المراحل باش انه شي جمعيات تستفاد من هذا البرنامج. من بين الاول الامر هو انه خص واحد العدد ديال السنوات يكون عند الجمعيه في العمر ديالها 4 سنوات، كذلك خصها تكون منخرطه في الجامعه الوطنيه للتخييم هو كشريك اساسي ديال وزاره قطاع الشباب، انها خصها تكون منخرطه في هذه الجامعه. هادو مجموعه ديال المراحل وخصها انها تسجل في البرنامج وتطلب الرخصه وتستافد مع يكون عندها واحد الترخيص، لانه كما كتعرفوا انه الوزاره تتكفلوا بالفضاء، كتكفل بالتغذيه، كتكفل بالتامين، وكيكون الشق الثاني اللي هو ديال النسيج الجمعوي كنتكلفوا حنا بالتكوين. اليوم اللي كنبداو هاد المخيمات اليوم في المرحله ديال الصيف راه قبل منها مثلا في هذا الفضاء هذايا خلال الفتره الربيعيه كانت الدوره التكوينيه ديال التكوين ديال الاطر اللي كيكون عندهم واحد ديبلوم معين باش ممكن هذه الجمعيات تستافد من البرنامج التخييمي. الحالات الاخرى انا قلت انه نحن معنيين بها كمواطنين، نحن معنيين بها كفاعلين، نحن معنيين بها كمشرفين ديال قطاع وصي حول على الطفوله، لكن هذه الحالات التي وقعت لا علاقه لها بالبرنامج الوطني للتخييم. كما سبق وتقول انه الرساله اللي كنوجهها للاباء، المخيم هو فضاء للتربيه على القيم، المخيم هو فضاء للتربية على المواطنة، المخيم هو فضاء ديال العيش المشترك فيما بين الأطفال من مختلف المناطق أو مختلف الفئات الاجتماعية، بمعنى أنه المخيم هو فرصة سانحة ما كتعطاش للجميع. نحن نسعى إلا كنا واحد المرحلة كنتكلموا العطلة للجميع، كنتمنوا أنه المخيم يكون للجميع، وهذا هو العمل الحكومي اللي غدا فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب في هذا المضمار هذايا. اليوم راكم كتعرفوا أكثر من 220 ألف مستفيد اللي مبرمجين عندنا في هذا الصيف ديال 23،
إضافة إلى مخيمات ديال الأورب. نطمح إلى أن يكون العدد أكثر. كذلك ما نتكلموا شي غير على العدد، نتكلموا حتى على البنية التحتية. راه اليوم بقينا كنتكلموا على المخيمات الجيل الجديد، اليوم مابقاش عندنا المخيم هو غير جانب ديال التغذية ولا جانب ديال الأنشطة العادية، بل اليوم رجع التقييم مع النسيج الجمعوي الارتقاء بالأنشطة التربوية الموجهة للأطفال. اليوم كما كيعرف الجميع أنه في المخيمات ديالنا نحن ملزمين مجموعة ديال الضوابط، وكما في الجولة اللي درتو راه شفتوا واحد الصندوق ديال الشكايات ديال الآلية ديال التظلم اللي كنعملوا عليها بالتوجيهات ديال الإدارة المركزية داخل المخيم. بالتالي أنه مجموعة ديال الضوابط نحن نحترمها. بالتالي على الآباء، أنا ما نقول لهم شيء واش هذه الجمعية ولا هذه الجمعية، أنا كنقول لهم عملية بسيطة، هي واحد الجمعية اللي كتهتم بمجال ديال الطفولة واللي كتشتغل طيلة السنة، ما كتكونش العملية ديال الاسترزاء من الفترة ديال التخييم فترة التخييم. العديد الجمعيات هما اللي كيتواجدوا كينشطوا في عدد المؤسسات ديالنا اللي هما ديال دور الشباب. انا كنقول لهم يتوجهوا عند الفاعلين اللي عند المهتمين بالمجال التربوي بشكل اساسي. كذلك ملي يعرفوا شي بلاد زون فين غاديين كيسولوا واش غاديين شي فضاء ديال التخييم اللي تابع للقطاع ولا اللي ما تابعش القطاع. هاد الفضاءات الخاصه اللي سمعناهم مؤخرا ديال مجموعه الاطفال في دار معينه ماشي دار معينه، انا كنظن انه الان ملف بيد الاداء ما يمكنش نعطيو فيه الاراء ديالنا لانه بيد الاداء في اطار احترام الاسئله ديال الاداء. ولكن مهما يكون نحن مع نعتبر انه القضيه ديال الطفوله او الاعتداء على الطفل هو خط احمر لا يمكن المساس به، وشكرا.